أهلا وسهلا بكم من جديد وإلى محطتنا الأولى الحوارية، واللي راح يكون معنا من خلالها ضيفنا الدكتور إبراهيم العنزي استشاري جراحة السمنة. دكتور إبراهيم، أنا سعيد بوجودك معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. حياك الله أخوي فهد، وإحنا أسعد إن شاء الله. يطول لي بعمرك دكتور. لو نتكلم نقول فكرة عن حملة جراحات السمنة بالكويت والخليج، تكلمنا عنها. إحنا أطلقنا حملة فكرتها أن الخليج جراحات السمنة في متناول الجميع، نعم، عبر التعاقد مع أضخم شركات دباسات من الشركات الأمريكية. وقيمة التعاقد أتاحت لنا أن احنا نخلي هالعمليات في السمنة في متناول الكل. تم إطلاق الحملة في يونيو 2016، والحين احنا في الشهر السابع في هذه الحملة بنجاح، والله الحمد لله. حلو. طيب الدكتور، لو نتكلم عن أهداف هذه الحملة، شنو هي أهدافها؟ أهدافنا الأساسية هي 4 أهداف تقريبا. الهدف الأول هو القضاء على مشكلة السمنة. السمنة هي من الأمراض المستعصية الأولى في العالم، وجميع الدول المتقدمة تسعى للقضاء عليها. مثلك عارف أخوي، السمنة تودي بحياة الملايين من الناس في العالم، وآلاف حتى في الكويت سنويا بسبب الأمراض المصاحبة للسمنة. الهدف الثاني اللي هو مساعدة الناس. مثلك عارف أخوي، في جميع البلدان عمليات السمنة أو مريض السمنة يكون بين مطرقة وسندان، مطرقة المواعيد الطويلة في المستشفيات الحكومية في الخليج بشكل عام، وسندان التكاليف الباهظة في القطاع الخاص. وهذا الأمر أدى إلى موجة بدأت من 2012-13 لمدة 4 سنوات عبر الذهاب إلى بلدان مجاورة لا نعلم كفاءتها، وتفتقد المتابعة الدقيقة لهذه المرضى. فالأعداد هذه استقطبناها مرة أخرى للكويت. فهذه هي الأهداف الرئيسية. الهدف الثالث اللي هو استرجاع مكانة الكويت. أخوي فهد، إحنا الكويتيين أقدر أقولها بالصوت العالي، ولا الحمد لله، منا الأوائل في عمليات السمنة في المنطقة. صحيح. والشرق الأوسط، أول عمليات المتطورة في السمنة بدأت في الكويت في 92 واستمرت لغاية يومنا هذا. لاحظنا في ال4 سنوات الماضية تلاشي الأعداد. عادة احنا اللي نستقطب الناس يجون يسوون عمليات السمنة. طيب دكتور، معلش يعني كلامك جدا جميل ومهم، لكن إذا نبي نتكلم عن أبرز السلبيات، خلينا نقول الصحية، اللي تعود من السمنة المفرطة، شنو هي؟ السمنة تعد هي مرض العصر. حلو. هي الآن اللي قاعدين نحاول نحاربها، وهي السبب الرئيسي من الأسباب الرئيسية للوفاة في العصر الحديث. الأمراض المعدية في السابق انتهت. حلو. بدأنا في الأمراض المستعصية. أولها وأهمها هي السبب الرئيسي في النوع الثاني من السكري. النوع الثاني من السكري ينتج عن أمراض كثيرة. كذلك السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والشرايين. صحيح. الأمراض القلب والشرايين هي السبب الأول للوفاة في العالم، وهي كذلك في الكويت. أعداد اللي معاهم أمراض القلب والشرايين بدناء قرابة 40% في الكويت. صحيح. الآثار كثيرة، والأجهزة جسم الإنسان كلها طبعا معرضة لأمراض مصاحبة للسمنة. في الجهاز التنفسي عندك عدد حالات الربو يزيد، عندك انسداد التنفسي الليلي والشخير ما يؤدي إلى ضغط القلب. عندك كذلك في الأعمار الصغيرة مشاكل في اضطرابات الهرمونات وتكيسات مبايض وعدم القدرة على الإنجاب. هذه من المشاكل الرئيسية المصاحبة للسمنة. وإحنا خلال الحملة الهدف الرابع ممتاز، اللي هو نكشف الأمراض هذه بالفترة الصامتة. فيجي واحد وزنه 120
ما يدري انه معاه ضغط صامت، مع الفحص يعرف شنو ما يدري انه معاه شرايين صامته. فالكل يستغرب احنا نبي نسوي عمليه ونمشي، بينما احنا عندنا بروتوكولات عالميه ثابته تطبق لجميع الحالات، حاله في حاله لتجهيز هذا الشخص للعمليه ما قبل العمليه ما خلال العمليه، ورعايتنا في الحمله لما بعد السمنه تتجاوز السنه. زين، وفي عندنا برامج لسنتين. حلو. طيب طيب دكتور، يعني دكتور ابراهيم الحديث معك جميل، ولكن احنا كمجتمع يعني كمجتمع كيف نتصدى لمشاكل انتشار السمنه؟ الان الادوات المتاحه الينا طبعا عديده. حلو. ترتكز على توعيتك يا مجتمع، توعيتك من ناحيه ما هي السمنه، ما هي درجات السمنه، متى انا اخاف، ما هي الوسائل والحلول. الأغذية تدخل معاها؟ لحلها، فنحتاج كذلك برامج التوعوية للأغذية الصحيحة، نحتاج كذلك برامج تغذوية للنمط الحياتي. الآن النمط الحياتي في الكويت والخليج والدول المتمدنة بشكل عام يسعى إلى قلة الحركة والرياضة، فنحتاج تثقيفية لهذا المجال. كذلك نحتاج تثقيف على ما هي الحلول المتواجدة إليك أيها الشخص، ما هي العمليات، متى تسوي العملية، متى ما تسوي، متى تسوي بها ومتى ما تسوي، إذا تبي تسوي عملية ما هي نوع العملية اللي أنت تحتاجها. كذلك عندنا كإدارة صحية أو كمسؤولين صحيين يجب أن نحرص على وجود الضوابط العالمية مطبقة، وجود البروتوكولات الحديثة، وجود التقنيات الحديثة، ووجود التكنولوجيا اللي احنا نحتاجها في هذا المجال. والكويت الحمد لله طبعا سباقة، احنا أول دولة سوينا ضوابط عالمية ثابتة السيطرة على هذا المجال. حلو. طيب بعجالة دكتور، يمكن نسمع دائما احنا ان الوجبات السريعة، دائما نسمع عن الوجبات السريعة انها تكون هناك سمنة مفرطة فيها، شنو تحب توجه رسالة؟ الوجبات السريعة يجب ان نبتعد عنها طبعا كثر ما نقدر. حلو. الوجبات السريعة يجب ان تقنن. الاباء والامهات اياديهم مكتوفة أمام الأبناء يوميا، نشوف بالذات في العطل وجبات سريعة يوميا، هذه من العادات السيئة في المجتمعات المتمدنة، يجب أن نكافحها ونركز على ونبتعد عنها، أسرة في الابتعاد عنها. نعم. حنا وصلنا معاك إلى الختام دكتور، شكرا لوجودك معنا في مساء الخير يا كويت. عزيز وغالي أخي فهد، جزاكم الله خير على الدعم لهذه الحملة، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله يا رب. شكرا لك. الله. إذن مشاهدينا الكرام، مستكملين معاكم فقرات برنامج مساء الخير يا كويت، وعن العرض المرئي الذي قدمه الفنان الياباني سوتشي سيكي بمكتبة الكويت الوطنية، نتابع هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية.